لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الماضية كان الحديث عن أنواع الدلالة. أخذنا الدلالة الصوتية والدلالة الإيحائية والدلالة الصرفية. اليوم إن شاء الله نكمل أنواع الدلالة، وصلنا إلى النوع الرابع وهي الدلالة الاجتماعية. الدلالة الاجتماعية. الدلالة الاجتماعية يقصد بها الدلالة المعجلية. هذا بحسب رأي، طبعا ليس بشكل عام، وإنما بحسب رأي الدكتور إبراهيم أليس. على رأي الدكتور إبراهيم أنيس، الدكتور إبراهيم أنيس يرى بأن مصطلح الدلالة الاجتماعية يساوي ماذا؟ يساوي مصطلح الدلالة المعجمية. هذا على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنه اللغة العربية المدونة عندنا الآن، مفردات اللغة العربية المدونة الموجودة في المعجمات العربية بين أيدينا اليوم، هي ماذا كانت في الأصل قبل أن تدون؟ هذه المفردات كانت ماذا؟ متداولة، مستعملة في المجتمع العربي أم لا؟ متداولة. أحسنتم، كانت ماذا؟ كانت متداولة مستعملة عند ماذا؟ عند المجتمع العربي. طبعاً ما موجودة عندكم أصول لهذه القواعد، كان على السريقة كلامهم يتكلمون. بعد ذلك عندما دخل اللحن ظهرت ظاهرة التدوين، بدأنا ماذا؟ ندون هذه اللغة بقواعدها بأصولها حتى نحافظ عليها. وكذلك بعد، خصوصا بعد أن نزل القرآن الكريم والدراسات القرآنية، لأن صارت ماذا؟ صارت اللغة العربية لغة ماذا؟ لغة الإسلام، لغة القرآن، فكثرت الدراسات وكثر التدوين في هذه المدة. السؤال هنا ماذا؟ السؤال أنه لماذا ساوى الدكتور إبراهيم أنيس بين ماذا؟ بين هذين المصطلحين، مصطلح الدلالة الاجتماعية ومصطلح الدلالة المعجمية. الدلالة المعجمية ماذا نقصد بها؟ نقصد بها دلالة الألفاظ في المعجم العربي، يعني أي معجم من المعجمات العربية الآن، سواء كان القاموس المحيط أو إذا كان لسان العرب أو إذا كان تاج العروس أو غيرها من هذه المعجمات العربية، نلاحظ أن كل كلمة عربية نريد أن نعرف معناها نعود ماذا؟ إلى أصلها الثلاثي بحسب المدرسة. طبعاً أخذتوها في مادة فقه اللغة، المعجمات العربية عبارة عن مدارس، بحسب المدرسة سواء كانت هجائية أو مدرسة ماذا؟ بحسب الفصل والباب، أو عندنا المدرسة الأخرى اللي هي اعتمدها ماذا؟ الخليل في كتابه، في معجمه كتاب العين على التقليبات الصوتية. إذا لكل معجم منهج معين، المهم هذا المنهج المعين عندما نستخرج منه هذه الألفاظ حتى نعرف معانيها، لابد أن نعود ماذا؟ إلى أصولها، نعيد هذه الكلمات إلى أصولها. عندما نعيدها إلى أصولها، هذا المعنى المكتوب في المعجم هذا ماذا؟ يقصد به الدلالة المعجمية. يعني هذا المعنى الأساسي، المعنى الأولي المستعمل عندما كان يطلقه العرب على هذه المسميات، هذه الألفاظ دونت فيما بعد بماذا؟ بهذه المعجمات، فصارت عندي دلالة معجمية. قبل أن تدون في المعجمات هذه الكلمات كانت ماذا؟ كانت متداولة ومستعملة عند العرب. بما أنها كانت متداولة ومستعملة في المجتمع العربي، إذا لها دلالات اجتماعية أم لا؟ لها دلالات اجتماعية. إذا دكتور إبراهيم أنيس قال ماذا؟ بما أنه قبل التدوين هي كانت هذه الألفاظ، هذه الألفاظ ذات دلالات اجتماعية، بعد التدوين استقرت الآن عندنا في المعجمات، فهي ماذا؟ فإذا هذين المصطلحين ممكن أن نساوي بينهما، فنقول إنه الدلالة الاجتماعية تساوي إن ماذا؟ الدلالة المعجمية. هذا بحسب رأيه. في أي
دونت وحفظت بماذا؟ بهذه الكتب. مجموعة أخرى من العلماء قالوا ماذا؟ قالوا مثلا بأن مصطلح الدلالة الاجتماعية أوسع من مصطلح عفوا الدلالة المعجمية، فما ممكن أن نساوي بينهما، يعني هذا الرأي الآخر. يعني ممكن أن نكمل بينما ذهب قسم من الدارسين إلى أن الدلالة الاجتماعية أوسع من الدلالة المعجمية، قد نسأل سؤال هنا، لماذا؟ هذا الرأي لماذا يقول بأن الدلالة الاجتماعية أوسع من ماذا؟ أوسع من الدلالة المعجمية، نعم. أحسنتي، بحسب ماذا؟ تعدد المجتمعات وتعدد لهجاتها. بالنسبة للعرب عندنا ماذا؟ بالنسبة للعرب عندنا لهجات متنوعة متعددة، يعني حتى في الوقت الحالي الآن في المجتمع العراقي، الآن مجتمعنا في الجنوب لهجة، في الشمال لهجة، في الوسط لهجة، في كل محافظة مسميات معينة، دلالات معينة تستعملها محافظة عن الأخرى، استعمل أهل الجنوب مصطلحات معينة، أهل الشمال مصطلحات معينة، وكل مصطلح له ماذا؟ له دلالة، كل لفظ له دلالة من هذه الألفاظ. هذه اللهجات حتى اللهجات السابقة موجودة مدونة في هذه المعجمات أم لا؟ اللهجات موجودة أم فقط ليست اللهجات القديمة، لهجة تميم ولهجة هذيل وما إلى ذلك. هذه لهجاتنا الآن اللي في اللغة الدارجة العامية نسميها، موجودة عندما نعود إلى المعجم؟ أحسنتم، ما موجودة. إذن نقول بما أنه هذه الألفاظ المستعملة حاليا في اللغة الدارجة، في اللهجة الدارجة لها دلالات، نفهم بعضنا ببعض عن طريق هذه الألفاظ الآن في هذه اللغة الآن المستعملة، لكن عندما نعود إلى المعجم العربي لا نجد هذه الألفاظ موجودة، فقط هناك ماذا؟ اللغة الفصحى، الألفاظ المدونة على لغة العرب ولهجات العرب في ذلك الوقت في ذلك العصر. أما حالياً هذه اللغة العامية ما موجودة في المعجمات العربية. عندنا في اللغة الإنجليزية لاحظوا مثلاً عندهم صعوبة، الآن يعانون صعوبة عندما يقرؤون اللاتينية أو يقرؤون نصوص باللاتينية أو حتى يقرؤون كتب شكسبير في كتابته القديمة. لماذا؟ لأن معجمهم يتطور، يعني يضيفون كل ما يتجدد في لغتهم يضيفون ماذا؟ يضيفون هذه الألفاظ على المعجم. بينما نحن بما أننا ملتزمون باللغة العربية الفصحى وهي لغة القرآن الكريم، فهذا الرابط موجود، فمدوناتنا كتبنا تأليفاتنا كلها بماذا؟ بالمفردات الفصحى، بالمفردات الفصحى. طبعا هناك فرق بين الفصحى وبين الفصيحة، الفصحى كما تكلم به العرب، هذه اللغة التي يتكلم بها العرب. الفصيحة نحن الآن عندما ننحو بكلامنا نحو الكلام العربي نحاول ماذا؟ أن نعتمد على اللغة الفصيحة. إذن بما أنه الدلالة الاجتماعية دخل فيها حتى اللهجات العامية ولها دلالات متنوعة، صارت ماذا؟ صارت أوسع من الدلالة المعجمية التي هي تختص بما؟ تختص بالكلام العربي الفصيح المدون في هذه المعجمات. هذا على رأي من؟ على رأي هؤلاء الدارسون الذين قالوا ماذا؟ قالوا بأن الدلالة الاجتماعية أوسع من مفهوم الدلالة ماذا؟ المعجمية. فصار عندي الآن رأي، الرأي الأول رأي دكتور إبراهيم أنيس أننا باللغة المدونة هذه اللهجة نخرج منها اللهجات العامية، اللغة العربية المدونة الموجودة الآن في المعجمات العربية هذه ماذا بها؟ هذه ممكن أن نساوي فيها بين الدلالة الاجتماعية والدلالة ماذا؟ المعجمية. بينما الرأي الآخر يقول ماذا؟ إذا توسعنا بمفهوم الدلالة الاجتماعية
الاجتماعية وجعلناه ماذا؟ أدخلنا فيه حتى اللهجات العامية واللغات الدارجة الآن في يومنا الحالي في عصرنا الحالي. فممكن ماذا تكون؟ يكون هذا المفهوم أوسع من الدلالة المعجمية. صار واضح الآن مصطلح الدلالة المعجمية ومصطلح الدلالة الاجتماعية؟ نأتي الآن نأخذ أمثلة. بما أننا ندرس ماذا؟ ندرس لغتنا المدونة. الآن دراستنا العربية شو تكون؟ تكون دائما على اللغة الفصحى المدونة، يعني ما نعتمد على اللهجات. أغلب الدراسات يعني هناك مطالبات طبعا بالنسبة للمعاجم اللغوية، عفوا بالنسبة للمجامع اللغوية، للهيئات العلمية المختصة باللغات، هناك مطالبات من بعض الدارسين أو عدد كبير من الدارسين أنه يدخلون دراسة اللهجات ضمن ماذا؟ ضمن دراسة اللغة، يعني هذه اللهجات العامية. لكن هذه يعني المناشدات وهذه المطالبات لحد الآن لم تلقى ماذا؟ قبولا واسعا في المجتمع اللغوي. فلحد الآن اللغة العربية، الدراسة ضمن اللغة العربية هي تكون ماذا؟ باللغة الفصحى. فعندما نطبق الآن أمثلة أو نأخذ مجموعة من الأمثلة عن الدلالة الاجتماعية، راح نأخذها ماذا؟ نأخذها ما وافقت ماذا؟ الدلالة المعجمية بالنسبة للغة العربية، لأننا نتخذ رأي دكتور إبراهيم أنيس بأنه ماذا؟ نوافق بين الدلالتين، الدلالة الاجتماعية والدلالة المعجمية بحسب اعتمادنا على اللغة المدونة. أما إذا درسنا لهجات هذا يختلف الأمر، راح يكون المفهوم الدلالة الاجتماعية أصلا. الآن نأخذ أمثلة. مثال على الدلالة الاجتماعية. طبعا كل شاعر، كل ناثر يستعمل ماذا؟ يستعمل مجموعة من الألفاظ في كلامه، سواء كان هذا استعمال حقيقي، استعمال مجازي، ولهذه الألفاظ دلالات ماذا؟ معينة. بما أننا مختصون بالدراسات القرآنية واللغوية، سنأخذ مجموعة من الأمثلة عن النص القرآني وكيف استعمل بعض المفردات بماذا؟ بدلالتها الاجتماعية الموجودة ماذا؟ في المجتمع العربي آنذاك، يعني استعملها بمثل ما تعارف على استعمالها المجتمع العربي. قال تعالى: مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نأتي على كلمة اجتثت. ماذا يعني الاجتثاث؟ القلع أو القطع؟ القلع. أحسن، يعني هناك فرق عندما نقول قطعت الشجرة ومرة نقول ماذا؟ اقتلعت الشجرة. القلع يفترق عن ماذا؟ القطع. القطع ممكن ماذا؟ خصوصا بالشجرة ممكن أن ماذا؟ تنمو مرة ثانية. يعني لو كان الاستعمال بدل اجتثت قطعت لاختلف المعنى أم لا؟ طبعا يختلف. القطع ممكن أن ينمو مرة ثانية، لكن الاجتثاث هو ماذا؟ الاقتلاع والاستئصال من الجذور، يعني من الأساس. فالكلمة الخبيثة عند الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ ضرب لنا مثل القرآن الكريم إنه كل كلمة خبيثة حالها مثل من؟ مثل الشجرة الخبيثة إذا أراد الإنسان أن يتخلص منها في أرض معينة، أراد أن يقتلعها، كيف يقوم؟ يقوم باستئصالها، باجتثاثها من جذورها. وحتى كلمة الاجتثاث الآن في مصطلحاتنا مستعملة في واقعنا الآن العراقي، استعملت أم لا؟ أين استعملت؟
اجتثاث حسب البعث. هذه المفردة لماذا استعملها الناس في الواقع العراقي دون غيرها؟ لأن أرادوا ماذا؟ أرادوا من هذه الكلمة أن ماذا؟ يقتلعون هذا النظام من جذوره حتى لا يعود مرة ثانية، يستأصلوه من جذوره. فلذلك اختيرت هذه الكلمة للدلالة على هذا المعنى. هذه الدلالة هي ذاتها ماذا؟ ذاتها الدلالة في المجتمع العربي. يعني المجتمع العربي عندما نعود إلى كلمة الاجتثاث في المعجم العربي الآن نجد أنها ماذا تعني؟ تعني يعني أن العرب استعملوها للدلالة على ماذا؟ على الاستئصال والاقتناء. هذا معنى. هنا في النص القرآني أيضا القرآن الكريم استعملها بماذا؟ استعملها بمثل ما تعارف العرب على استعمالها، فصارت تحمل ماذا؟ تحمل دلالة اجتماعية. يعني عندما نأتي على هذه الآية نقول فيها، على هذه الكلمة فيها دلالة اجتماعية. لما؟ إذ استعملها القرآن الكريم بمثل ما تعارف العرب على استعمالها بأنها تعني ماذا؟ بأنها تعني الاقتلاع والاستئصال من الأساس، من الجذور. نأخذ مثال آخر. هل انتهيتم من النظرة؟ مثال آخر في قوله تعالى أيضا، قال تعالى كمثل صفوان عليه تراب. كلمة صفوان ماذا تعني؟ يطلق من التسميات اطلقت على جبل، لكن اصلا بالمعنى نريد ان نعرف معناه الاصلي، يعني المعجمي او الاجتماعي كما تعارف عليه العرب. كعرب يطلقون هذه الكلمه، هذه المفرده للدلاله على ماذا؟ على الحجر. احسنتم. الحجر ماذا؟ ليس جميع انواع الحجر، وانما الحجر الاملس. صفوان تعني ماذا؟ هذه فيها دلالة اجتماعية، تعارف العرب على استعمالها للدلالة على الحجر الأملس الذي لا يستقر عليه شيء. هذا بالنسبة لاستعمال العرب لهذه المفردة. في النص القرآني لاحظوا هذه الآية جاءت في موضع ماذا؟ جاءت في موضع يبين فيه النص القرآني لنا حال ماذا؟ حال الأعمال عندما تذهب هذائن، إذا كان مصدرها ماذا؟ مراعاة الناس أو القصد منها النفاق. فهذه الأعمال، أعمال هؤلاء الأشخاص لا تستقر، وإنما تذهب هذائن. مثل أن أعطانا ماذا؟ أعطانا مثال النص القرآني. طبعا نحن دائما نأخذ ماذا؟ موضع الشاهد فقط حتى للسهولة، لسهولة الحفظ بالنسبة إليكم للشواهد. المثل هنا هذه الأعمال عندما تذهب هباء مثل ماذا؟ كمثل صفوان عليه تراب. الاستعمال هنا في النص القرآني هو ذات ماذا؟ ذات الاستعمال الاجتماعي عند العرب. إذ استعملها النص القرآني للدلالة على ماذا؟ الحجر الأملس الذي لا يستقر عليه ماذا؟ عليه شيء. إذا كان لاحظوا، إذا كان أصور لكم إياها، عندي حجارة الآن ماذا؟ ملساء، وأتي الآن بماذا؟ بكمية من التراب أصبها فوقها،
يستقر عليه هذا التراب أم لا؟ لا يستقر، لأن أملس يعني صافي، ما في نتوءات. في النص القرآني استعملت كلمة الحجاب. في ماذا؟ حجارة من سجيل. وأيضا قلوبكم كالحجارة، بل هي ماذا؟ أسد قسوة. عفوا بالنسبة للنص، يعني لم أحفظه هذا النص عن الحجارة. لكن الشاهد أنه في النص القرآني وردت أكثر من مرة استعمالات ماذا؟ استعمالات لمفردة الحجارة. لكن في هذا الموضع القرآن الكريم استعمل ماذا؟ استعمل كلمة صفوان، لم يستعمل كلمة حجارة. لماذا؟ لأن الدلالة مختلفة. الحجر ممكن أن يكون فيه ماذا؟ فيه نتوءات يستقر عليها ماذا؟ الغبار أو التراب أو حبات الرمل. الحجارة بشكل عام ليست ماذا؟ ليست ملساء. لكن كلمة صفوان دائما العرب يستعملوها للدلالة على الحجر الصافي الأملس، ما بأي نتوءات. فإذا كان هذا صافي جدا بالتالي لا يستقر عليه شيء. فإذا دقة توظيف النص القرآني لهذه المفردة هنا لبيان ماذا؟ أنه كل إنسان يقصد من عمله الرياء أو النفاق سوف يذهب عمله ماذا؟ هباء مثل ماذا؟ مثل التراب الذي لا يستقر على الصفوان، وهو ماذا؟ الحجر الأملس. تعارف العرب على استعمال هذه المفردة للدلالة على الحجر الأملس الذي لا يستقر عليه شيء. ففي هذه الآية دلالة اجتماعية لهذه الكلمة إذ استعملها النص القرآني بمثل ما استعمله، عفوا بمثل ما استعملها المجتمع العربي. فصارت عندي فيها ماذا؟ فيها دلالة اجتماعية. يعني أي كلمة الآن في أي نص، سواء كان في القرآن الكريم أو سواء كان في نص شعري أو في نص نثري، سواء كان خطبة أو مقالة أو قصة أو رواية، نلاحظ الكلمات هذه المفردات إذا كان استعمالها مثل استعمال المجتمع العربي الأولي لها، يعني هذا الاستعمال الأساسي الأولي، فيكون ماذا؟ تكون فيها دلالة اجتماعية. واضح الآن؟ نأخذ أمثلة أخرى؟ زين، هناك مصطلح آخر ضمن ماذا؟ ضمن مصطلح الدلالة الاجتماعية، والمصطلح الذي أخذناه الدلالة المعجمية. إذا تطلعون على كتب علم الدلالة أو تقرؤون مثلاً على صفحات الانترنت بعض البحوث عن هذا الموضوع، ستلاحظون بان هناك مصطلحا يسمى ماذا؟ مصطلح الدلاله المركزيه او الدلاله الاساسيه. هذا النوع ممكن ان يستغرب البعض انه هل هذا نوع جديد من الدلاله؟ لم ندرس، لم ناخذ الدلاله. الدلالة الأساسية أو الدلالة المركزية هي ذاتها ماذا؟ الاستعمال الأولي للمفرد. يعني ممكن أن نسمي الدلالة الأساسية أو الدلالة المركزية هي ماذا؟ الدلالة المعجمية ذاتها. الدلالة المعجمية في كثير من المعاجم عندما نعود إليها نلاحظ ماذا؟ الاستعمال الأولي لهذه المفردة. يعني مفردة القلم استعملها العرب لما؟ للأداة التي يكتب بها. هذه الدلالة الأولية. إذا تتذكرون في المرحلة الثانية عندما أخذنا الحقيقة والمجاز، قلنا هناك أنواع للحقيقة: الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية. هذه الحقائق، الحقيقة اللغوية قلنا ماذا فيها؟ الاستعمال الأساسي الأولي لهذه المفردة في المجتمع بالنسبة لواضع اللغة اللي هم أبناء المجتمع آنذاك. فإذا الدلالة الأساسية، هذا مصطلح الدلالة الأساسية أو الدلالة المركزية، هذا أنبهكم عليه إذا تقرؤون عنه أو يمر عليكم في كتاب من الكتب،
ممكن أن نقول ماذا؟ بأنه الاستعمال الأول لهذه المفردة، وهو يساوي لنا أيضاً مصطلح الدلالة المعجمية. فإذا مر على أذهانكم أو مر أثناء قراءتكم عليكم هذا المصطلح، مصطلح الدلالة المعجمية أو مصطلح الدلالة الأساسية أو الدلالة المركزية، فهي مصطلحات متقاربة تحمل ماذا؟ تحمل المعنى واحد، هو الاستعمال الأولي لهذه المفردة في ذلك المجتمع، في أي مجتمع من المجتمعات، سواء كان مجتمع عربي أو مجتمع لغوي من مجتمعات أخرى. فإذا هي مصطلحات متقاربة، بعضهم يميز بعض العلماء يميز بعضها عن البعض الآخر، لكن بشكل عام هي مصطلحات متقاربة. هذا بالنسبة للدلالة الأساسية والمركزية. قد يسأل سائل أنه لما ظهر هذا المصطلح؟ لما ظهر في الدراسات اللغوية مصطلح الدلالة الأساسية أو الدلالة المركزية؟ السبب في ظهوره، لاحظوا، عندما نستعمل المفردة لدلالة معينة خارج السياق الكلامي تحمل ماذا؟ هذه الدلالة الأساسية التي استعملت من أجلها، يعني الكرسي أول استعماله ما يجلس عليه، القلم أداة الكتابة، الحائط لهذه الدلالة المعروفة، الباب أيضا لدلالتها المعروفة، هذا استعمالاتها الحقيقية الأولية. العين لمن؟ للعين الجارحة. لكن بعد ذلك استعملت هذه المفردات في ماذا؟ في مجالات أخرى مجازية، استعمالات أخرى صارت، أو بعض هذه الدلالات نفسها صار فيها توسيع أو تضييق أو تغير في مجال الاستعمال أو انحطاط أو رقي في الدلالة. هذا بحسب تطور المجتمعات وبحسب أسباب ماذا؟ هذا التطور وهذا التغير، إن شاء الله نأخذه بعد قليل. إذن هذه الأمور كلها سببت ماذا؟ إضافة دلالات أخرى على الدلالة المركزية أو الدلالة الأساسية للفظ أو التعبير من التعبيرات اللغوية. هذا ما يسمى ماذا؟ الدلالة السياقية. ما سامعين بها الدلالة السياقية؟ إذا درستوا تدرسون الآن في مادة التعبير القرآني عندنا ماذا؟ السياق. السياق نقصد به ماذا؟ سياق الكلام، يعني الظرف العام الذي يتم فيه الكلام. هذا الظرف العام يشمل المتكلم وظرفه، ويشمل المكان والزمان والظروف التي يتم فيها هذا الكلام، ويشمل أيضا ظروف المتلقي سواء كان سامع أو قارئ لهذا الكلام وهذه الرسالة التي توجه إليه. هذا السياق، كل هذه الظروف الموجودة فيه يؤثر على دلالة المفردة أم لا يؤثر؟ يؤثر بالتأكيد. فبالتالي صارت عندي دلالة سياقية تضاف إلى ما تضاف إلى الدلالة المركزية التي وضعت لهذه الكلمة أو اختصت بها عفوا هذه المفردة أو هذه الكلمة في لغة من اللغات. فصار عندي كل تعبير أو كل لفظ في أي لغة من اللغات فيه دلالة أساسية أو مركزية يعرف بها، يستعمل بها، فضلاً عما عن الدلالة السياقية التي تضاف إليه أثناء ماذا؟ أثناء استعماله في السياق، في سياق الكلام. وبعضهم يستعملون مصطلح آخر، الدلالة الهامشية. يعني عندي الآن كم مصطلح صار؟ دلالة أساسية ودلالة مركزية، هذول فقط اختلاف بالمصطلح، وإنما هما ماذا؟ هما واحد، يعني الاستعمال الأولي لهذه المفردة اللغوية في المجتمع اللغوي المعين. عندما أستعملها داخل السياق راح تضاف لي ماذا؟ تضاف لي دلالة سياقية ودلالات ماذا؟ هامشية على مصطلح قسم من الدارسين. يعني الكلمة لوحدها تحمل دلالة معينة، وعندما ندخلها في سياق الكلام تضاف لها دلالات أخرى، وهذا إن شاء الله نأخذ عنه أمثلة بالتفصيل في عندما ندرس المناهج علم اللغة في المحاضرات القادمة، لأن سنأخذ نظرية السياق وما قال ما قاله فيرث في هذه النظرية، لأن فيرث أكثر شخص أكد على هذه النظرية، وقسم من الدارسين يقولون ماذا؟ بأنه هو صاحب نظرية السياق وكيف يؤثر في العملية الكلامية. إلى هنا ننتهي من الدلالة الاجتماعية. هذه المصطلحات
التي أخذناها. الآن كم مصطلح صار عندي؟ دلالة اجتماعية، دلالة معجمية، دلالة مركزية أو أساسية، ودلالة سياقية أو هامشية. هذه المصطلحات كلها تتعلق بماذا؟ تتعلق بالدلالة الاجتماعية. لما؟ بحسب ما تكلمنا به أثناء هذا الوقت في هذه المحاضرة. بعد الدلالة الاجتماعية اكتبوا عندكم خامساً الدلالة التركيبية. هذه فقط نأخذها من باب التعداد الآن، يعني لا نفصل فيها القول، لأننا سندرسها ضمن مناهج علم اللغة في المحاضرات القادمة. فإذا أكثر الأنواع التي درسناها الآن من أنواع الدلالة هي كم نوع؟ عندي الدلالة الصوتية أولاً، والدلالة الصرفية، والدلالة الإيحائية، والدلالة الاجتماعية. أما الدلالة التركيبية أيضاً نكتبها حتى لا ننساها، نأخذها ضمن ماذا؟ مناهج اللغة. الدلالة التركيبية ضمن مناهج علم اللغة إن شاء الله في المحاضرات القادمة. مثل ما بقينا المستوى التركيبي ضمن المناهج، الدلالة التركيبية هي جزء من المستوى التركيبي، فسندرسها أيضا ضمن مناهج علم اللغة، لأن عندنا المنهج البنيوي، المنهج الوصفي، منهج المقارن، وغيرها من المناهج. هذه كيف نطبقها؟ نطبقها بمجموعة من الشواهد. من ضمن هذه الشواهد راح تكون عندنا مجموعة من الشواهد على المستوى التركيبي أو الدلالة التركيبية. الآن ننتهي من أهم أنواع الدلالة. عندكم سؤال إلى هنا عن أنواع الدلالة؟ توجد قضية مهمة فقط في المجال الدلالي نأخذها بعد أنواع الدلالة، وهي قضية تغير المعنى، يعني القصد به تغير المعنى الدلالي. قد يسأل سائل سؤال، هذه الدلالات التي أخذناها قلنا لكل كلمة دلالة معينة، هذه الدلالة تتغير أم تبقى حسب التطور الزمني محافظة ماذا؟ محافظة على هذه الدلالة، لا يصيبها أي تغيير. تتغير أم تحافظ على الدلالة واحدة ذاتها؟ أحسنت. إذا قلنا هناك تغير، هناك تطور في كل أمر من أمور الحياة، لابد ماذا؟ اللغة أيضا يصيبها تطور. وبما أنه اللغة تتطور، إذا دلالات مفرداتها ستتغير وتتطور أيضا. هذه التغيرات الدلالية لا تحصل بشكل اعتباطي وإنما بأسباب. فإذا أول أمر في قضية تغير المعنى كان عندي قضية تغير المعنى. له ماذا؟ له أسباب وله أشكال التغير. يعني أولا أسباب تغير المعنى، وثانيا عندي أشكال، يعني أشكال هذا التغير في المعنى المقصود، أشكال تغير المعنى. الأسباب أولا قلنا قبل قليل ماذا؟ التطور. التطور ماذا؟ الاجتماعي والثقافي. عندما تطور المجتمع أيضا تتطور ماذا؟ الثقافة. فعندي أولا ماذا؟ من الأسباب التطور الاجتماعي والثقافة. التطور واحد، التطور الاجتماعي والثقافة. بالنسبة للغة العربية ما يخصنا من تطور، تلاحظون هناك تطور كبير قبل، يعني كان هناك اللغة العربية شيء كانت قبل نزول القرآن الكريم وقبل ظهور الإسلام، وتطورت بشكل كبير بعد ماذا؟ بعد ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية. هذا التطور كان فقط من جانب اللغة أم من جانب المجتمع أو من جانب الثقافة أيضا بشكل عام؟ من جانب المجتمع والثقافة أيضا. أبسط شيء، هناك مجموعة من الألفاظ والمفردات لم تستعمل
ألفاظ نابية، مفردات مستقبحة لم تستعمل بعد ظهور الإسلام. هناك ألفاظ مثلاً صارت فيها تخصص معين، صارت مختصة بمجال معين، مثل الألفاظ التي تدل على الحقائق الشرعية، عندنا الصلاة، الزكاة، الصوم وما إلى ذلك، الكفر، الإيمان، هذه كلها لها دلالات واسعة كانت. لكن فيما بعد، بعد نزول القرآن، بعد ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية، أصبحت تدل على أمور معينة شرعية خاصة بالدين الإسلامي. فإذا هذه المفردات لغوية أم لا؟ مفردات لغوية. أصابها التطور أم لا؟ أصابها التطور، صار عندي تغير بالحكم نتيجة للتطور الاجتماعي والثقافي الذي أصاب شبه الجزيرة العربية. ولحد الآن من بداية يعني ظهور الإسلام إلى وقتنا الحالي، اللغة استمرت، اللغة العربية استمرت في تطور. بعض الأحيان السبب لا يكون سبب التغير في المعنى، لا يكون التطور الثقافي والاجتماعي، وإنما قد يكون بسبب ماذا؟ بسبب الحاجة، ظهور الحاجة إلى ماذا؟ إلى تسميات جديدة أو مسميات جديدة. نعم أحسن. من أسباب ظهور الحاجة مثلاً الآن في وقتنا الحالي، الأسلحة، أبسط شيء الأسلحة كانت موجودة في ذلك، الأسلحة الآن حديثة موجودة في ذلك الوقت ما موجودة. الآن صارت عندي ماذا؟ مدرعات، دبابات، طائرات، هذه كلها ماذا؟ بسبب ظهور الحاجة. عندي مثلاً الآن في لهجتنا الدارجة، ترى اللهجات الدارجة أيضاً فيها ماذا؟ فيها تسميات جديدة. عندي مثلاً ثلاجة، سخان، براد، لأن كلهن تسميات ظهراً بحسب الحاجة إلى هذه الأمور. الموبايل، نعم، السبلت، أحسنتي، هذه كلها هذه الأمور لابد من يصير اختراع جديد، لابد ماذا؟ أن نضع له دلالة جديدة، تسمية جديدة. إذا ظهور الحاجة أيضاً سبب بما؟ سبب بتغير المعنى. هذه المفردات الجديدة لاحظوا في بعض المجتمعات، يعني مثلاً كلمة الموبايل نقلناه من الآن استعمال في اللغة العربية جوال، في اللغة العربية هذه الترجمة إذا أردنا أن نترجم من الإنجليزية أحسنتم، بحسب ماذا؟ بحسب استعمال اللغة الإنجليزية لهذه المفردة نقلت إلينا، صار بها نقل من لغة إلى لغة ثانية واستعملت لهذه الدلالة. هاتف لها دلالة، لكن الهاتف دائما المربوط بأسلاك، استعملت كلمة الهاتف للدلالة على ما يربط بسلك. هذا بالنسبة للمعاجم اللغوية، الموبايل اصطلحوا عليه ماذا؟ بالجوال، لكثرة من الشخص المتجول انه يستطيع التنقل وهو يحمله في اكثر من مكان. جوال لماذا؟ لانه يستطيع الانتقال من مكان الى اخر. اما الهاتف هذه تسمية مسبقة سابقا لمن؟ للهواتف المربوطة بأسلاك، مستعملة للهواتف المربوطة بأسلاك الثابتة. احسنت. هذا من ناحية ان هناك تسميات مخترعات جديدة تخترع لها اسماء جديدة، لكن هناك بعض الاحيان نلاحظ في مجتمعنا دلالات قديمة، دلالات مستعملة قديمة تظهر بشكل جديد. يعني مثلا في اللغة العربية عندنا قسوة قديما هي للحيوان المفترس، تسمية الحيوان المفترس. الآن في العصر، في عصرنا الحالي بعض الأسماء الشباب تلاحظون اسمهم ماذا؟ قسوة. الاستعمال الأساسي هو الحيوان المفترس، بعدين صار ماذا؟ اسم علم للإنسان. كلمة بانيقية الآن مستعملة، الآن عندنا في النجف على المحلات، صارت ماذا؟ صارت بها استعمال في مجال آخر، أسماء مدارس، أسماء محلات، بينما هي في القديم اسم من أسماء مدينة النجف، يعني كانت للمدينة الآن صارت للمدرسة أو للمحل أو ما إلى ذلك. فإذا بعض الأحيان الحاجة تجعلنا نخترع دلالات جديدة، وبعض الأحيان لا، دلالة قديمة أوظفها بدلالة جديدة، يعني مثل كلمة
سيارة. سيارة الآن نطلقها على ماذا؟ الآن هذه السيارة الحديثة، لكن سابقاً هم كان عندهم جمال، كانت السيارة نفس هذه الدلالة أن تختلف. يختلف المعنى. إذن الأمر يختلف بحسب التطور الاجتماعي والثقافي باستعمال الدلالات، وأيضاً بحسب ظهور الحاجة. هاي ثالثاً عندنا السبب الثالث الابتداء. الابتداء عندي هذه مصطلحات جديدة ممكن أن يبتدعها من المبدعون، يعني من علماء اللغة مثلاً الموهوبون أو علماء اللغة يبتدعون مصطلحاً جديداً فتكون له دلالة جديدة. يعني ممكن أن نقول الابتداء المقصود به العلماء والموهوبون، هذا جانب. أو بعض الأحيان الهيئات العلمية أيضاً تبتدع لي مجموعة من ماذا؟ مجموعة من الدلالات، من الألفاظ. الهيئات العلمية أو المجامع اللغوية في العالم. المجامع اللغوية والهيئات العلمية لكل لغة من اللغات أكو مجمع هيئة علمية خاصة بي. نقصد به، تلاحظون بعض الأحيان مثلا الأطفال
الكلمات المتشابهة يستطيع ينطقها كلها بشكل واحد. ينحرف لسانه، لغته تنحرف. بعض الأحيان ما يفرق بين الأغداد، مثلا الأسود يسميه أسود يسميه أبيض، والأبيض يسميه أسود، بالعكس. فبعض الألفاظ المتضادة أو المتقاربة باللغة، أو مثلا كل الألوان يسميهن أحمر، تلاحظون بعض الأطفال الصغار ما يفرق بين الألوان. كل شيء مستدير يسميه كرة، سواء كان تفاحة، كان مثلا فاكهة أخرى، كان مثلا قضية معينة على شكل كروي، كلها يعطيها نفس المسمى. هذا نسميه ظاهرة ماذا؟ الانحراف اللغوي. هذه كلها الأسباب، الآن صار عندي 6 أسباب تؤدي إلى ما تؤدي إلى تغير أشكال المعنى. أشكال المعنى إن شاء الله نأخذها في المحاضرة القادمة، وهي ماذا؟ أيضاً على 4 أنواع. الشكل الأول عفواً انتقال الدلالة، سواء كان بالانحطاط أو بالرقي أو بتغير مجال الاستعمال. والنوع الثاني، الشكل الثاني هو المبالغة، هذه ممكن تعودون فيها إن شاء الله إلى كتاب دكتور كتبوا يمكم دكتور أحمد مختار عمر، فصل هذه الأشكال بشكل موسع. الدكتور أحمد مختار عمر كتابه عنوانه علم الدلالة، فصل تغير المعنى، هذا مطالبين به. فصل تغير المعنى، كتاب علم الدلالة، فصل ماذا؟ فصل تغير المعنى. فصل تغير المعنى مذكورة فيه أسباب تغير المعنى، هذه الآن شرحت لكم إياها، وهو يذاكر مجموعة من الأمثلة الأخرى شارحها بشكل مفصل أسباب، وأيضا أشكال تغير المعنى. الأشكال تغير المعنى عندي المبالغة، تغير، فقط أعدد لكم إياها وتجعلها إن شاء الله للكتاب حتى أشرحها في المحاضرة القادمة. تغير مجال الاستعمال ومعه انحطاط الدلالة ومعه أيضا رقي الدلالة. هذه تغير مجال الاستعمال وانحطاط الدلالة ورقي الدلالة تحت عنوان واحد اللي هو نقل المعنى أو نقل الاستعمال. وعندي أيضا ثالثا توسيع الدلالة أو توسيع المعنى، ورابعا تضييق الدلالة أو المعنى بالتوسيع. هذه أهم الأشكال التي تصيب الدلالات بسبب أسباب تغير المعنى التي ذكرناها، هذه الأسباب 6 السابقة. فهذا الفصل إن شاء الله مطالبين به، يعني داخل في الامتحان من صفحة 235 على حسب هذه الطبعة اللي عندي، ممكن تجدونها بطبعات مختلفة، 235 إلى 250. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل. بس بلا زحمة.